قال لوقا البشير: قال واحد من الجمع ليسوع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا ومقسما؟ ثم قال لهم: احذروا وتحفظوا من كل طمع، لأنه مهما كثر غنى الإنسان فحياته ليست من مقتنياته. وقال لهم هذا المثل: رجل غني أغلت له أرضه، فراح يفكر في نفسه قائلا: ماذا أفعل وليس لدي ما أخزن فيه غلاتي؟ ثم قال: سأفعل هذا، أهدم أهرائي وأبني أكبر منها وأخزن فيها كل حنطتي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات كثيرة مدخرة لسنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا جاهل، في هذه الليلة تطلب منك نفسك، وما أعددته لمن يكون؟ هكذا هي حال من يدخر لنفسه ولا يغتني لله. حقا والأمان لجميعكم. لأنه مهما كثر غنى الإنسان فحياته ليست من مقتنياته. إخوتي الأحباء، بغرابة الإنسان إنه دايما بده يمتلك، بده يحس بأمان، مفكر إنه المال بيعطيه الأمان. كرمال هيك بيصير يسعى، يشتغل، يطمع. قل لأخي أن يقاسمني الميراث. دايما في حالة مال مخوفتنا، رعبتنا، لازم امتلكه تأمن مستقبلي. وإذا ما امتلكت المال أنا ببقى شقي معتر، هيك بباله. وبينسى بأنه مهما امتلكت حياتك مش من مقتنياتك. أقولك، إذا إجوا قالوا لي اليوم معك 24 ساعة حياة، أنت مريض بدك تموت، قاسم خي الميراث، بعلق أنا وياه. وإذا منتأمل كلنا سوا بالأنا عم بقوله، عن جد منضحك. طلعوا بالمشاكل اللي عم بتصيب الإخوة، 90% من الورثة، 90% بتكون الورثة ما قلنا شعين نخبر عنا قديشي. ممكن يزعل من خيه سنين على متر أرض. تخبركن هالخبرية. في خيين زعلوا من بعضهم على الورثة، وكل خي يقول هالأرض أنا بمتلكها، الخي التاني يقول له لا أنا بمتلكها، هيدي ورثة بي أنا بمتلكها. احتكموا قالوا من روح لعند هيدا الحبيس، ومنسأل هالحبيس ومنقول له مين بيملك هالأرض، أنا أو أنت؟ واللي بيقوله الحبيس من نفل. قال له ماشي، قبلت. راحوا عند الحبيس وقالوا له مين بيملك هالأرض، أنا أو خيي؟ بيركع هالحبيس على الأرض وبيوشوش، بيصير يحكي. طلعوا هالخيين بيصيروا يضحكوا إنه جايين عند واحد نحن مجنون. بيسألوا واحد من الإخوة، قال له شو عم تعمل؟ قال له عم بسأل الأرض. قال له شو عم تقلها؟ قال له عم بسألها مين بيملكك، هذا الخي أو هالخي؟ ابتسموا اثنينهم وسألوا، قالوا له شو قلت لك الأرض؟ قال لهم قلت للأرض لا هذا بيملكني ولا هذا بيملكني، أنا بملكهم. رح يصيروا تراب،
رح يصيروا إلي ملكي موجودين فيي معطرين مفكرين إنه هني بيملكوني لكن أنا اللي بملكون. أنت تراب، اوعى تفكر منغتني أو منكتفي بالمقتنيات المادية. ولا مرة رح نكتفي، ولا مرة. اسألوا الغني إذا اكتفى. اللي بيجمع مليون بيقول لك المليونين أحسن، العشرة عشرين أحسن، بس ولا مرة بتكتفي إلا بشخص لما بتعيش معه بسلام، لما بتحط كل همك كل فرحك كل سلامك وبتيجي لعنده وبتقول له هذا أنا مثل ما أنا بضعفي وبشقائي بخطيتي وبتوبتي، هذا أنا لأني عارف إنك مت انصلبت انهنت وقمت تتعطيني الحياة. كرمل هيك ما عندك اكتفاء إلا فيه. يوم اللي بتحط حياتك بين إيديك بين إيدي هو، ساعتها أنت بتكون مرتاح، ساعتها بتعرف السلام، ساعتها عن جد بتقول اللي بيمتلكني اسمه واحد يسوع المسيح رح يرفعني ويسكنني بملكوت سماوي ما بينتهي للأبد. إن شاء الله نقدر نوعى ونعرف إنه مقتنيات الإنسان ما بتعطي سلام. اللي بيعطيك سلام هو حياتك مع ربنا. هالقد أنت وقتك ضيق، عيشوا بفرح وعيشوا بسلام وعيشوا بلقاء بينك وبين الله وبينك وبين خيك الإنسان. أنت بتعيش نعمة لقائك بالملكوت. ربنا يبارككم، قداس مبارك للجميع، وربنا يحمينا ونعرف إنه مقتنياتنا هي بملكوته السماوي.